في تقدم ملحوظ بتشهده أعمال التنفيذ في المنطقة الصناعية في مدينة العالمين الجديدة، ومن أبرز الأعمال الإنشائية والتقدم اللي بتشهده هذه المنطقة أنه تم وضع حجر الأساس للمجمع الصناعي الأخضر. المجمع ده بيعتبر أول مجمع صناعي صديق للبيئة داخل جمهورية مصر العربية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على تليفون المهندس محمد علي سعد، المشرف على المنطقة الصناعية بالعالمين. يا باشمهندس صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بيك. خلينا نتكلم على طول ونتعرف على نسب التنفيذ والأعمال اللي بتشهدها المنطقة الصناعية بالعالمين الجديدة. إحنا عندنا منطقة صناعية يا فندم بمساحة 5500 فدان، تم تنفيذ البنية التحتية ليها بالكامل بنسبة تقريبا توصل ل 100%. موجود فيها حوالي عدد 6 مطورين صناعيين، تم تخصيص الأرض ليهم بالفعل، بالإضافة لاثنين مستثمرين منهم مصنع بدأ في الإنتاج، وفي منطقة مطور صناعي برضو فيها مصنعين ابتدوا في الإنتاج. يعني إحنا عندنا 3 مصانع ابتدوا في الإنتاج بالفعل. أهم المجالات اللي المنطقة الصناعية شغالة فيها، يعني المصنعين مقبلين على إيه؟ مواد غذائية، على تصنيع مثلا معين؟ هو في أنشطة كتيرة موجودة طبعا، بس اللي أقبلوا عليه بالفعل المصانع اللي طلعت إنتاج بالفعل هي مصانع المنتجات الأسمنتية، لأن المنتجات بتاعتها احنا بنستخدمها في بتخدم على المشاريع بتاعتنا. يعني بتستخدمها في لسه في مشاريع بناء يعني في المنطقة، فبالنسبة لهم ده في المدينة عموما، مش شرط المنطقة الصناعية بس، في المدينة عموما في في مشروعات بتاخد المنتج بتاع المصانع دي تشتغل بيه، فدي بتدينا ميزة في قرب المسافة بتاعة النقل، والأسعار طبعا بتبقى أرخص وكده يعني. طيب لو جينا اتكلمنا عن التقسيم الخاص بالمصنع والمراكز التصنيعية اللي تم تأسيس المنطقة الصناعية بالعالمين الجديدة كلها وفقا ليها، هل في صناعات معينة مثلا بتستهدفها المنطقة الصناعية؟ في مواد غذائية، وفي مستحضرات تجميل، وفي منطقة البتروكيماويات، وفي عندنا برضو التكنولوجيا البيئة المتكاملة دي هتستهدف البنية التحتية والكهرباء والبترول، ويعني هتهتم بإنتاج الحاجات اللي بتخدم على مشروعات المياه عموما. يعني كل ده وصل له بالفعل البنية التحتية؟ مظبوط، وصل كل المرافق تم تنفيذها بنسبة 100% تقريبا. عظيم. طيب القيادة السياسية مهتمة النهارده جدا بمدينة العالمين، وكلنا عارفين ان امبارح كان الختام بتاع المهرجان، مهرجان العالمين الجديدة. الطابع السياحي للمهرجان هل بيفرض على المنطقة الصناعية أشياء معينة؟ لا حضرتك، هو المنطقة الصناعية هي يعني حاجة بعيدة تماما عن السياحة والكلام ده، احنا بنستهدف توطين المواطن في المدينة. يعني المنطقة الصناعية، يعني في حاجة كمان من ضمن المجمع الأخضر، من ضمن مميزات المجمع الأخضر اللي تم افتتاحه أول امبارح بحضور أنا فاهم يا فندم، وحنيجي للمجمع الأخضر، بس أنا بقصد إن الطابع السياحي أو طابع العمل السياحي في المدينة، يعني يبقى مثلا في صناعات مرتبطة دائما بالسياحة، هل فتحت في حاجة فعلا ابتدت بالفعل، ودي حاجة يعني ترند جديد من نوعه، اللي هو المخازن اللوجستية. يعني احنا في مجمع صناعي عندنا مخصص منطقه للمخازن اللوجستيه، مبادره كده اسمها خزن، ده بيفتح مخازن كده للناس اللي بتحب يعني ايه، اللي هي بتيجي في وقت الصيف بس، وبعد كده محتاجه تخزن حاجتها في المخازن دي. يعني دي برضو بتعمل جذب للمنطقه الصناعيه، والناس تشوفها، ويعني بتفتح مجال للاستثمارات طبعا. بس الهدف برضو هو توطين الناس في المنطقة، فأعتقد أن فكرة العمل على أن العالمين الجديدة هتبقى شغالة في الصيف بس، أعتقد ده مش يعني واحد من ضمن قائمة الأولويات. احنا عايزين نعرف بقى احنا بنهدف ليه، أن العالمين الجديدة ما تبقاش مقتصرة على الصيف بس، ما تبقاش مصيف بس، عملنا ايه بقى بكامل الخدمات اللي فيه بجانب المجمع الأخضر؟ في بقى أماكن للناس للإقامة، في أماكن للإعاشة، في كل التفاصيل دي؟ مظبوط، هو في مستهدف ان احنا نعمل مجمع سكني للعاملين بالمجمع الاخضر، هيبقى ما بين مهندس واداري وفني، يعني لجميع مستويات العمل اللي موجوده، بالاضافه ان احنا عندنا الاسكان المتميز، ويعني ده يعتبر برضو سكن كل المصريين، ده بيعتبر سكن برضو في المتناول لمحدود ومتوسط الدخل،
يعني احنا عندنا الاسكان الخاص بينا، وفي سكن مخصص للمنطقه الصناعيه ده هيتعمل عن طريق المطور الصناعي بتاع المجمع الاخضر. طب كلنا عارفين ان المناطق الصناعيه بشكل عام بتبقى مناطق كثيفه الاستخدام للطاقه، يعني ايه المجمع الصناعي الاخضر اللي عندكم هو اول مجمع صناعي صديق للبيئه في مصر؟ يعني انت بتستخدمش طاقه؟ ما بتستخدمش؟ لا طبعا بنستخدم طاقه، بس بيبقى فيه اداره للطاقه دي، تمام؟ واحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نستخدم طاقه تكون صديقه للبيئه، ما تكونش ليها تاثير كبير على البيئه، وبنستخدم برضو المعالجات والمرشحات طبقا للتنسيق مع جهاز شؤون البيئه، يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نضرش بالبيئه يعني المحيطه، وده من معايير الاستدامه، يعني من الاهداف يعني بتاعه التنميه المستدامه. طيب الصناعات اللي بيستهدفها المجمع الصناعي الاخضر صديق البيئه في مصر، حضرتك قلت ان في تقسيمات. هو المفروض بيستهدف قطاع الميه، تمام، والبنية التحتية والكهرباء والبترول. المفروض هو هيصنع طومبات، وهيصنع المواسير بتاعت شبكات المية والصرف الصحي وحاجات يعني من هذا القبيل. والحاجات دي كلها يعني دائمة الاستدامة، يعني زي ما بيقولوا ان هي مرتبطة بشكل كبير بالمجمع بتاع حضراتكم ده. طبعا احنا كل الشبكات اللي تم تنفيذها في المنطقة الصناعية أو في مدينة العالمين الجديدة عموما، شبكات البنية التحتية ده بتهدف للاستدامة، احنا بنستخدم مواد صديقة للبيئة ملهاش تأثير بنسبة مكون محلي قد تصل إلى 100%، تمام؟ بيتم تصميم الشبكات دي على معايير الاستدامة، إن أنا يعني ما احتاجش بعد كده إن أنا أعمل توسعة في الشبكة أو يحصل عليها ضغط فكده يعني. وده كان طاقته الاستيعابيه لفرص العمل المختلفه ايه؟ المجمع، لو بنتكلم على المجمع الاخضر بشكل خاص، ده بيوفر حوالي 2000 فرصه عمل مباشره، تمام؟ لو هنتكلم عن المنطقه الصناعيه بشكل عام بقى يعني هيبقى لا حاجه فرص عمل لاحق ليها سواء مباشره او غير مباشره ان شاء الله يعني. ان شاء الله. كلنا عارفين الصناعه قاطره التنميه، وبالتاكيد المجمع الصناعي في العالمين هيعمل طفره في هذه المدينه اللي ان شاء الله هتبقى الاسكندريه الجديده على خط الساحل الشمالي. شكرا ليك المهندس محمد علي سعد، المشرف على المنطقه الصناعيه في مدينه العالمين الجديده.